فلما أجي إلى رواية يقولون لما جاء الإمام الحسن العسكري، أرجع رواية الأفطس، جاء مازقا جيبه، شق جيبه على أخوه، فكتب إليه فيما بعد، رجل كتب إلى الإمام الحسن العسكري بعدين، يلومه في شق جيبه على أخيه. شلون تشق جيبك على أخوك؟ ما تصبر؟ ما عندك صبر يعني؟ ما تصبر؟ ما تتجلد؟ فكتب له الإمام سلام الله عليه كلمة عنفه فيها يا لكع أو ما أذكر، ثم قال: لقد شق موسى جيبه على أخيه، على هارون، نبي، نبي من أنبياء الله معصوم، ولما مات هارون إيش سوى؟ شق جيبه عليه. فقد الأخ هذا. لقمان الحكيم لما أخبر بموت أبيه استرجع، ولما أخبر بموت أمه استرجع وقال غابت الرحمة، أو ما أدري الآن ما أذكر الرواية بالمعنى، ولما ماتت زوجته قال: ستر عرضي. لكن لما نعي إليه أخوه قال: الآن انكسر ظهري، وحزن على أخيه، لأن فقد الأخ مصيبة. ساعد الله قلب الحسين. إذا الإمام الحسن العسكري واحد شق جيبه عليه وما شاف فيه شيء، أولا الحسين كم واحد وقف عليهم؟ أول واحد وقف عليه بالبقيع، أنادى: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي؟ هذا أخوي من علي ومن فاطمة الحسن. ورفع ظهر أبو علي مكسور، لكن عضد له إخوانه، موجود عند العباس، موجود عند جعفر عبد الله، إخوانه موجودين. مصيبة الحسن عظيمة. ومر في كربلاء وشاف مقتل الإخوان كلهم واحد ورا ثاني يقتلون أمام الحسين، مو هينة ترى يقتلون أخوانه قدام الحسين، لكن يقال: الجرح يسكنه الذي هو آلم. وقفة على العباس غير، لأن كل ما سقط أحد من إخوانه كان ظهر الحسين مستقيما بالعباس. ويوم طاح أبو فاضل عمد الحسين إلى عمود الخيمة فأسقطه، نظرت زينب إليه قالت: ماذا جرى؟ أقتل العباس؟ بكى الحسين. فعلمت زينب قالت: وهضيعتنا بعدك يا أبا الفاضل. صفق يديه الحسين وقال: إي والله وضيعتنا بعدك يا أبا الفاضل. ولذلك جاءه رحمة الله على السيد حيدر يوصف الموقف، يوصف الموقف يقول: فمشى إلى مصرع، فمشى لمصرعه الحسين، لما سمع أخي حسين، وما سمع هالكلمة قبل الحسين من العباس: أخي حسين عليك مني السلام. مشى مشى الحسين، ما أدري شلون حال الحسين وهو يمشي إلى العباس، لكن السيد صور يقول: هذا اللي كانت الخيمة مستقر به الآن ما موجود بالخيمة، شلون يطلع الحسين ويخلي الخيمة؟ فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبين العباس وبينه متقسم. يعني يمشي الحسين ويوقف ويريد ينظر إلى الخيمة لأنه لا يأمن عليها. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه
متقسموه ألفاه محجوب الجمال كأنه راح ذاك القمر ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم غيب هذا القمر قد رام يلثمه أحب قبل الحسين راد قبل العباس قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه حد السلاح فيلثم وقف عليه نادى الآن انكسر ظهري خريت لوا يم جسد حام الضعينة بشمال شال السيف والراية بيمينه قال له يا ساق الضامية وكافل العيلة هذا العلم طايح وبعدك من يشيله شمت عدوي واشتفى منك غليلة وظلت يا خويا بالضمى وترقى بسكينة قال له يا خويا حسين شيل السهم بهداي ولا تذكر سكينة يا خويا تفتت احشاي ليش قال بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماء عايش اقول له قالت يا عم الوعد وينه قال له يا خويا ايست من سمعة الصوت ترى صوتك اخي حسين وصل للخيمة قال له يا خويا ايست من سمعة الصوت وقفت وياها الحرم بابواب البيوت وزينب مجيك ترقبا والقلب مفتوت والطنب من طاح العلم ضج بحنينه اسمع اسم زينب العباس وهو كافل زينب وطاح العباس قال له أبو علي سلم على زينب ووصل لها المعذرة سلم عليها يا ضي العالم وقلها أنا جفوفي وعيني وهامتي كلها في دلها من أجل زينب تبقى تراهي ضايعة من بعد هلها بكفالتي من يوم فارقنا المدينة أبو فاضل أوصل سلامك لزينب خلني أشيلك أوديك الخيمة وإنت هذه آخر اللحظات خلك ويا زينب تزود منها وتتزود منك قال له لا يا أبا عبد الله خلني على التراب لشيلني قال لما يا عباس قال إني وعدت لأطفال بالمال وأستحي أرجع الآن يقولون عمنا راح وما جاب الماي قال له أبو فاضل الأيتام أولادي سكينة بنتي أنا أتعذر لك يا عباس عدهم قال له لا أسأل قبل لشيلني حسين أنت بعد ساعة أحد بيشيلك لو بتظل على التراب قال له يا عباس أنا أبقى على التراب قال له يا خويا حسين يخاطب العباس شي قال له يا خويا لرفع جسمي ومن بعدي تظل مرمي وسمعت بالمدينة أمي تقول البطل ما وفى أني ذخرتك يا شديد الباس تفدي حسين يا عباس
خل عنك عمود الراس وبالزند العلم رفه ولدي، واذا جت العدى لحسين بتدوسه تنبه زين، ولو جسمك بلا شفين ويا عضيدك الصفه. قالت لي تواسم دلل الزهراء مو خد على التربان وانت خدك بحجرة، مثل ما خده تعفار خل خدك بعد يصهار، وعن حر الشمس يا ابني لو حماك لا ترضى. وإيلي احنا على عضيدة يودعا وصعدا فا يا جمرة الكون الذي ما قط تنداف، ظهري تراه انكسر من فقدك طاح العلم وتفللت من العزايم، عزم يشيل للمخيم خلني على الشاطئ أعالج طلعة مقدار أروح الخيام وانظر زينب وانظر دمع سكنة على الخدين ساجن، نادى اليوم نامت أعينون بك لم تنام وتسهدت أخرى، يعني عين زينب وتسهدت أخرى فعز منامها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اللهم فرج به عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، اللهم فك قيد كل سجين وأسير، ورد كل غائب وغريب إلى أهله سالما غانما. ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا موتى المستمعين وموتى المؤسسين ومن مات على ولاية أمير المؤمنين. نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.